رمضان كريم للكل. إذا بدك على رمضان تختاري لوك بيريحك بنهار، فيك تكوني عم تلبسي البنطلون اللي فيه نقشة مع توب كم طويل من لون موجود بالبنطلون. بعد الظهر فيك تكوني عم تلبسي الفستان مع العباية المفتوحة. لليل على الإفطار فيك تكوني عم تلبسي العباية على شكل كاب مع جيب من اللون يلي موجود بقلب العباية. للوك الإفطار فيك تكوني عم تلبسي لون الذهبي مع الأسود وتزيد عليه لون السيلفر. كمان للنهار فيك تكوني عم تلبسي ألوان قوية مثل الأزرق مع الأخضر أو الأزرق الفاتح مع البوردو ودخله الذهبي. كرمال الأكسسوارات فيك تكوني عم تختاري أكسسوارات كبيرة وحلو تكوني عم تلبقيها على ألوان اللوك تبعك. بهالطريقة شفنا 3 لوكات، إن شاء الله تكوني حبيتي.